رأيكم بهالأبطال؟ دائما احنا بنشوف هيك أبطال بس بنفكر انه واو عن جد دول فظيعين هيك بيضلوا معقول بيضلوا بهذا الشكل كل الاسبوع او كل الايام. راح يكون على سر اكيد لا، واغلبكم بيعرف هذا الشيء. راح اورجيكم هلا كيف مثلا انا هيك جسمي عادي، راح اورجيكم هلا طرق وبحيل بيسووا الابطال لحتى يكون خرافي. مشان هيك بتلاقي صورا على الانستغرام بتجنن، بس هو ما بيكون هيك كل الوقت بصراحه. راح اورجيكم هلا هن شو بيعملوا هدول الطرق والحيل لحتى يكون اجسامهم واو فظيعه بالصور. خليكم معي راح اورجيكم هلا. هي بدنا نحلق شعر جسم، راح احلق وارجع لكم. هلا بعد ما خلصنا التان سبراي، هاي الحركه الثالثه بعد ما حلقنا الجسم نظفناه، هلا التان سبراي عملته. بعد بروح هلا على الجيم اتدرب لحتى ينفش الجسم شوي، بعدين بورجيكم اخر شيء الجسم النهائي كيف راح يكون لحتى نلقط احلى صوره للانستغرام مثل ما بيلقطوا الابطال المشهورين. يلا نروح على الجيم. بعد ما لعبت كيف ضخم، راح اورجيكم هالصور اللي صورتهم على الانستغرام بعد ما تدربت وخلصت من الجيم. هذا هو بعد ما خلصت هيك، شوفوا كيف بيضخم. هيك كانت الحيل، هدول كانت الحيل الثلاثه الاساسيات طبعا لحتى تلاقي صور على الانستغرام للابطال كثير حلوين دائما، بس هن مو بهذا الشكل دائما، مو بهذا الشكل دائما. حتى هي حلقه باذنك ما تفكر انه بينام بفيق هو هيك. هدول الشغلات اللي بقول لكم هن هدول الحيل الاساسيه. ف بس يعني كمان الشغله بدها تعب، يعني ما تفكر انه وصلوا لهي المرحله هيك بسهوله. هو جسم طبعا لما بتلعب بينفش، لما تروح على البيت بده يرتاح، بده يكون في شفاء فبيرتاح، مشان هيك بتلاقي بينفس. هذا كان كل شيء لليوم. انا كل فيديو عجبكم تعبت كثير وجدتكم بما فيه الكفايه. عندي بطوله بكره، ادعوا لي. هيا.